يعني هو احنا بنحاول طبعا الاحداث سوف الوطن يحاول الدستور. كان اليوم هناك اجتماع صباحا مع رئيس الجمهورية الدكتور مرسي، طرح مجموعة من الاقتراحات اللي تبنى مؤسسة الرئاسة بحضور دكتور محمد مرسي مجموعة عمل تمثل فيها القوى الغائبة عن الجمعية التأسيسية. اقترح أن يمثل من هذه القوى رؤساء المرشحين يعني الدكتور عبد المنعم الفتوح، الدكتور الأستاذ دكتور محمد البرادعي، الأستاذ حمدين صباحي، الأستاذ عمرو موسى، بالإضافة لتمثيل للقوى اليسار وخير القوم الغائب عن الجمعية التأسيسية. اقترحنا تمثيل الدكتور حسام عيسى، اقترح تمثيل التيار الشعبي، حزب الكرامة، حزب الدستور، حزب مجموعة الأحزاب، مجموعة الأحزاب، بحيث يبقى هناك تمثيل في مائدة حوار في مؤسسة الرئاسة تضم المجموعة التي تدير التوافق داخل الجامعة التأسيسية، عددهم لا يتجاوز 10 أفراد، بالإضافة ل 12 شخصية تمثل التيارات الغائبة عن الجمعية التأسيسية، ويتم التوافق الوطني على الدستور قبل طرحه للتصويت. أيضا اقترح اليوم أن يكون التصويت بنسبة أولا بالتوافق، فإذا لم يحدث توافق يكون ب 67 عضوا تتم الموافقة. أفكار كثيرة تطرح، وأنا الآن في طريق الاجتماع أيضا مع مجموعة التوافق داخل الجامعة التأسيسية لإجراء مزيد من التعديلات في أعلن أو لا، يعني أدعي أن أنا يعني أنا تمثيل الجمعية التأسيسية لتشكيلها الحالي والتمثيل الأبدي، ولكن هل نحن في ظروف تسمح لنا عدم وبرفاهية الوقت كان يصدر دستور؟ ولا أقول دستور أحكمه الغلبة، ولكن دستور مبني على توافق وطني عام.